يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة يا من تلا قول النبي وبينه لله صوت إن شاء الله هدنا حملوه في شين دونا أبو بلال وشير أحمد بري إن شاء الله كبير دونا تنيد طلب علم اللي يخدمي إن شاء الله تلمد اللي أقول لنا وشير صلى الله عليه فضل جاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى يا محد اسكالي اللي نوك المي مجلس كان آدي آدك هو ناكسا نوك المي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول أولا وحنا شكرنا يا رجع المجلس كان سوق القابيي وهو الرئي من دول كنا محمد مصطفى إيو نائب كيسة علي حسن جزاهم الله خيرا إلهنا كعبة المريم مركز اللبات سوق له أرضى الصوب وأيقنا سنة كان الأقبالي أيقنا وأتهنيديها ما دام أي نسيب كوني هلان إلا أقبله وجامعة الله لا أقبله ولبنا أي مادان مدينة رسولك عليه الصلاة والسلام ماشي منبع علم لأهات ماشي إيمانك أو كصب بحي إن إلهي سبحانه وتعالى أوكو كيره ولبنا أذيقو سوء آلي علم رسولك عليه الصلاة والسلام علمي الشرعية أدوه وليه إنه برطربة أيضاً وحوية والنعمة آدي آدوي قفت لكن وحلوبة هي هي إنه أرن كانت استشعرته أو أي درنته ماشي أي جوكته منزل هذا أي لا ذهب وحا أي صوت دونته أو أي تاسو مساق أصوت بحضي قفت وإنه مروى البضاء أي كهيدا مانكا si shay uu noqdo shay qiimo leh oo markaas ay waqti ku bixdo walaalayaal mowduuca cilmiga iyo fadligiisa iyo ahmiyadiisu waa wax aad iyo aad u weyn waxa hal majlis ama laba majlis ama intaas oo majlis lagu soo gabagabeyn karo ama lagu dhameyn karo ma aha laakiin waxaan wax yar ka tilmaamaa dhowr nuqad oo aan isleeyahay waa ay soo gunaanude ama waa ay soo koobi cilmiga sharciga fadligiisa walaalayaal waa inaad ogaataa cilmigaanu inuu yahay irtul anbiya cilmiga aad u soo aaday oo waqtiga aad ku soo bixday oo intaasoo masaafo aad u soo gooyday inuu yahay wixii ambiyada laga dhaxlay ambiyadana waxa laga dhaxlay oo dadka ay dhaxashay adduunyo ma ah diinaar iyo dirhamna ma ah sida rasuulku uu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waa cilmigaas qof walbana nasiibka ay leedahay ayay ka qaadanay adigu marka maadaama ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waafajiyey adigoo qarnigii 15-aad iyo wax ka badan jooga in aad dhaxalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam aad qaadato waxa weeye waa arrin aad iyo aad u weyn waa inaad marka qalbiga ku haydaa waxa aad meeshan u timid oo aad baranayso inuu yahay irtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka qiimo badan oo ka weyn in aad hesho dhaxalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ma jira kadaalika cilmigu شرعي لا قفت يعني وحدي يعني تعبه
أو كوكير يعني كوها يمدلان إني ورديه علمي كوكاغا وباهنا إنا الحراسة أصمير أو آد ورديه أو لبعض دبلا أتكب حيدو ومباهنا يعني ومباهنا إلهي سبحانه وتعالى وحكو أدوكو أرزاق علمي وقلبي هذا أوقلي يعني كاغا وباهنا إنا يعني حراسة بغا كوصمير أصدقى بل أصدقى أياكو ورديهنا أو كوإلالنا علم الشرعي ذا مدك بدا علم يعني مالك وحلا سعطا مالك دي لأي سبحانه وتعالى شخص ذا مال أوسير مالك حوكا ربا هي إلال حوكا ربا هي واردية حوكا ربا هي وليبا ميلقى هذا الجوكتو إن آد يعني أوضنا وكم بحيد لكن علم الشرعي ذا وحوكا ربا هي حراسة هي واردية مجد بل أسقى أياك واردين أيها كذلك علم الشرعي جاءه وحكم جارسينا إلى النقطة من الشهداء على الحق هو كم قاتفرة إلهي سبحانه وتعالى حق نمديس إلهي سبحانه وتعالى وحدان يديس هو قراء إن أذكر من نقطة أي علم جارسينا سيد إلهي سبحانه وتعالى أمير شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم إلهي سبحانه وتعالى وحبه الضري تذكى الرنكاس إلهي سبحانه وتعالى من قباس أوسيي وإلهي سبحانه وتعالى كالنمذس القراية أي إلهي سبحانه وتعالى قبطة وأمرك فضل إلهي سبحانه وتعالى أوكسيي هي شيء عن علم لقاه درجة أوليه هي منزلة أوليه كذلك علمه أما أهل علمه وحي كمدهين أحد صنفي ولاة الأمر يعني ولاة الأمر لبضى لواة الأرض المد كمدة أيو إلهي سبحانه وتعالى أيو الشيغي إن أي كمدهين قواص إلهي سبحانه وتعالى أو أمري إن الأطيع أو أدي عرض إلهي سبحانه وتعالى أو واجب كدهي إلهي سبحانه وتعالى وحبيري يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم إلهي سبحانه وتعالى وهو قدري هو إلا أطيعه أي سبحان إلهي هو إلا أطيعه أي يعني الأمري أي إلهي سبحانه وتعالى قدري هو أهل العلم له ولا تؤمنوا بنا حيش أن علمه إلى كل سنة ذو الحكماء الحكام والعلماء والطلاب العلم إلا بدا ولا تقول إفكوا وانتا إلا بسن في حكامته وضدك حكامته إيا قسمك اللبات أو أه ضدك أهل علمك أه إيا ضدك وحوى يصرع أو طلاب علمك أه كذلك أهل علمك ضدك أهل علمك الصاحبك أه وقوة كتاغا إلهي سبحانه وتعالى أمر كيس إلى قيام قدع كتاغين حق أي كتاغين وحي كتاغين إلهي سبحانه وتعالى الدين تيسا إنا أم مصريان وحي كتاغين إنا يددك حق أعديان بادلك أعديان وددك حق أمران بادلك أنا أعديان إلهي سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشاغين وحويري من يريد الله به خيرا يفقه في الدين هذا حديث في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقه في الدين إلهي سبحانه وتعالى أحد كي أولد على خير دينت إلهي سبحانه وتعالى أيوه فهنسية مرك إلهي سبحانه وتعالى هديالك أكسوا في الدين وعلم الشرعي إلهي سبحانه وتعالى أكسوا في الدين طريقي أرنك لغو قال لها هيدا وإن تكد داشا خير يداس وتكد داشا دينت إلهي سبحانه وتعالى ستفهم لها دين إلهي سبحانه وتعالى صاد أبرن لها محيرا من بعيد آيات بيت من بعيد أدوي من حتى تكفى إنه يسوي والنصيب ضرب أو أتكل الله بطه أدي وحبا عم كتارا الرنكاس أو نعم الله كذلك رسولك عليه الصلاة والسلام لم يرقد أحدا أن يقفد أحدا على شيء من النعم التي أنعم الله بها إلا على النعمتين نبي عليه الصلاة والسلام كوبر إن شيء لما جاسره وشيء ما جاسره معنا حوي شيء قفته إلى اتلاله
هدي ساس أو كله عن هيل لها أم أرن كاس عن هيل لها نبي محمد عليه الصلاة والسلام أرن كاس إن الله بكليهين وحكم من طلب العلم علم إلا الطلبة إلهي سبحانه وتعالى عدد أرد أحد علمي كنت دالاية علمي مالسرة كالقاري إن المجلسة أو آتنا ذو هذه وحوية شخص يقصوك على منزلين سوك الأبقاري لها درجات عن هل لها نبي عليه الصلاة والسلام أرد كاس وكنت المامة إن قفت أي أبنانتا إن المجلسة وحوكرو شخص يكرم النبي وحوكشه عليه الصلاة والسلام التاجر الذي جعل ماله خدمة للإسلام نك تاجر كأه وأصونا مال كيسة كي يالك إنه إسلام وقد مايه لباس الرموت شخص يوحى أبنان إنه مجرسة أو يرادو هدين أهرن كاسوكا أهلا أو كد داله مد كمدا إلهي سبحانه وتعالى أوسيه وأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيدة ابن مسعود أولنا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين حسد كان حسد كمذموم كايماء يعني وحوية شيء معناها لجعلاله أما الله مجرسده أما قفته أي يعني رجيده مجره إلا الله أعلم بذويه كان كواد الحكوشة للنبي عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق يعني أحد أما من شق يعني إن مكليه يعني وشيء عام قبل أحترتي وسجري رجل إلهي قف أوسي المال أما الشخص إلهي سبحانه وتعالى مال أوسي حتى لو وافديه إن أوكو بحيه وأوكو هلاغه إنه حق أوكر قارب حقه إنه أوكر قارب إنه الدين إلهي أوكر قارب إنه علمك كم أوقاده إنه ذلك المسلمين تا وقرقار وخدمي أي إلهي وافجي معي العلم هذه مال إلهي كسير حتى نوح الله حتى هاي إلهي توفيق حتى نكسير معي الإمي السقف أي إلهي مال سيي حتى نتوفيق دي أنهلي وصواب أن نقضى إنه عذاب وكقلب لكن إلهي سبحانه وتعالى هذا مال كسير حتى نوكو وافجيه إن هذا مال كاس ودوي خيرات كات كم بحده أيضا والتوفيق إلهي سبحانه وتعالى من كلمات وأنجا محل شايب كنا حوي ونن إلهي سبحانه وتعالى أوصي رجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمه قف إلهي سبحانه شخص إلهي أوصي علم حكمة علم أوصي محل حكمة ما كل إطلاقه يا وأنا علم وأنا سوق له علمي وطن أيها السوغلاء كتاب إلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنت هو السوغلاء قف علم إلهي سبحانه وتعالى ضدك كوك الحكمية ضدك براية إلهي سبحانه وتعالى شخص النعماس أوسية شخص يقولون مجير صدر أيها الله كذلك حياباك تصاية علمك فضلك أوليه هي أهمية ديسة أولي مدى حيوة أولي كمدة أنه طريق الجنة طريق الجنة اللي هو قال إنه بعلم وياي محاكا وين إلهي سبحانه وتعالى علمي أنا أتمت وإلهي أكسوه في البيئي إن أو سببك هو النقضة جنة إلهي سبحانه وتعالى إنه كبيري وتوفيق إلهي سبحانه وتعالى وإن أتكفى إلي ستاء سيدو الطريقة سفوقون نقول لها لكن هدو النقضة عكسا أي هلاك إنه سفوقون نقضة إنه تكون هلاك سنته وأتكون يعني طريقة وقلمته أيضا ومصيب لكن وإنه النقضة علمي قانو هي تكون عمل فلوي وأتكون كلي حتو وحن نقول إنه هلاك سنته لكن ما كان علمي برته وأتكون عمل فشو وإلهي سبحانه وتعالى أدو نواته وهو سفوقون نقنا إن إلهي رأى الله شيء سيئات كبيرته إلهي سبحانه وتعالى جنده سأوه قريه ولذا النبي عليه الصلاة والسلام وحيره يا من سلك طريقا يلتمس فيه علما يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة
أحدكش وطن قالك علمي أو كضل باير علمي أو كضل بإلهي سبحانه وتعالى أرك سوتيسة وحولاي أوفو ذايا إنه طريق الدمال أوقار إلهي سبحانه وتعالى نحريسك سأوهره إلهي سبحانه وتعالى ما لنت تدكو أي نباتيه أو نبات الكجلة أو أي نفاسيه إلهي سبحانه وتعالى أو كوكر قارو إلهي لو كوكر قارو أياد يوصل النقرة مركوان منزل وي إنه صدق النقض إلهي سبحانه وتعالى جنة سينا تكش كذلك فضلك سؤال أفر بذيه وحاكم إذا علمه إنه نور قفت أي إفسان يسأل نقرأي قفت الطالب علمك آه أو علمك كن مشغول سن أو علمك يسبق عمل فلاك نور أي تصبحي بينما ذاتك جهاشة آه ذاتك أهل معاصدة آه أي وحوية أي ودي قد مذوب هي نباته يكون مغطى لكن نك أهل علمك آه نك الطالب علمك آه وحوية نور أي ودي كصبحي علمه مكوح النقرة الصاب أو عبد إفسد أو إفسد الدين آخر لا والله إفسد حول نقع النور الدين إفسد وكون نقعه طريق السحر أيه كوت السنة ما أنت آخرنا وحكون نقعنا يا نور أيه كون نقع كذلك إنت هو النور تذكر أيه كوه السماء وموت الدين هي مدة آخر يعني مدة آخر لا والله ما كعلمه آدي آد أيو أفضل بنية كذلك أحكم إذا إلهي سبحانه وتعالى علم لسوتيس إلهي درجات إنه كرق وقاضي الدنيا هي آخر لبضبة الدنيا هي آخر لبضبة علم وحو سبب النقنع إن درجات كرق يعني كرق النقط الدنيا هذا هذا المدل اللي يده أما وحر وحر هالبول اللي يده أما يعني مال هالبول يده أما وحيابك هذا يقول لي ذو علمه وحن نقنع مذكرك وقضاء يصبع النقنع إن ذاتك أكسر إذا لهذا قسوي فربضاً أيها قصوا على رأي قصوا على رأي الكاس وقت بعد وقت أبا أنت لكن وقت اللي سيوا إليا لكن واحد أقاته إن علمه أو يهي درجات مذكرك وقضاء يعني وفضيلة أهدي أدوي آخرنا كذلك وحوى يقر أيه كوقة مكتب سبت دار مينا إن ماشا وحي أؤمنمت إن آن كد ذلك أو وطر كيني آن كل لابنه أنه حسيلة سوق هذا تذكر قار وحالي قال إنه تذكر قار شيطان أشاكي وكل هذا وحان ووح مقرر هذا جامعة دام مقرر هذا إنه كل هذا لا مقرر حق هذا لكن وحو نقونا يوا مفتاح وإن علم الجامعة اللي قد لقوا وإن أصل كون نقضاء أتكدوش وحي المحي المفتاح كون نقونا أصل كهذا ضيعه مثل ما كيني كرت لقد أتري هذا جامعة دي هي دروستي وضيعة وحيها بكرة أكون مشغولة هيدا وقتا لكن اللي بيوز دبا وإن الجامعة لكن كان أصل أو كون نقضاء مركا إنه كفى إذا سنة وأي كده دارنا علمي إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن أفر سنة كبعدي أن نجو حسيلة قادمي أو مفتاح فري يعني أفر سنة وحوين ما لكن وح يكون نقطة مفتاح مفتاح لفتيجي سوى مهيب عاد علمي كوفرة وحن نقطة مفتاح آدي آدوين وإنا كده دارنا مركا مفتاح عز سدي أن أهلي له على جبا إن قفتوا أي دراسات أي وحاس أي كوفة كرتوا لكن وحان إن كل الدار ما مركوا هرتا وإن كوفة كرتا آخر تنصر إن تحس لذا لا بقى الرمضنا وإن الدار ما مدام ربع سؤالتي وإن كده عشان آخر تنصر نصر وحس الليلة ثانيا مدام أجوتان مدينة الرسول الله وإلهي سوى فجيه كذلك وحقيا لما سيد النبي عليه الصلاة أسقنا وإن تكفى إيه ستا تظفر قدم أرنك وإسك الضيعان وحلقه أفر تسنة إنه الضيعان وإن أتكد ذاشا إنت أولي كرتو إن أتكد كرتو إنت نقطة أما لبس ثلاثة نقطة أما ستح ثلاثة نقطة ما استطعت وإن أتكد كرتو
علمنا كددار وحن رجينا إن شاء الله تعالى إنا يتوفقنا وافجيه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.